وهي 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 ارجع شوي لورا. مين صاحبهم؟ لهداك الزلمة النصاب ديمير أركان، عرفته؟ واو، معناتها هالسيارة الحلوة كمان إلو ما؟ ايه صحيح. ايه وغيرها؟ شوف هاي، هاي السيارة لزكي، عرفته لزكي؟ تمام، ورجيني غيرها. شوف هاي كمان، هاي لشريك زكي. حلو، لعند أي واحد منهم بدنا نروح بكرة؟ كلياتهم. كيف؟ الثلاثة سوا؟ باخذ أنا وحدة وأنت وحدة وعلي وحدة. ماشي معلم، بس مو خطرة هيك ثلاث سيارات سوا؟ لأنه هذا آخر شغل. كيف؟ شو عم تقول؟ ليه؟ هذا اللي لازم يصير. رح نسكر الكراج وبعدين كل واحد منا بيروح بطريقه. بس ليش يا بدر؟ شغلنا ماشي منيح وعم نكسب مصاري كتير، وين رح نروح إذا سكرنا؟ شو رح نساوي؟ رح نفوت بشغل جديد يعني؟ أي مثلا، وليش لا؟ بدر شو عم تقول؟ طيب على القليلة قلي شو السبب؟ مو مشكلة رح قلك. قبل أنا ما كان عندي شيء أخسره، بس هلأ فيه. يلا اليوم المساء بنجتمع ومنسكر حساباتنا، مفهوم؟ أهلين، أهلين بالشباب. عود لشو؟ أكيد جابر خبرك إنه آخر شغل بيننا رح يكون بكرة. إيه عطاني خبر. حلو، اعتبروا هذا المبلغ البسيط شكر أو تعويض، وهدول وزعون على الشباب. بدر، مو ملاحظ إنك استعجلت بالقرار؟ خلينا نشتغل كمان، أنت بتعرف قديش أنا بحاجة مصاري. الكل بحاجة مصاري يا جابر، بس أنا محتاج أكتر بكتير. لكان ليش ما بتبلش بشغل نظيف؟ الموضوع بسيط. أنت بتعرف إنه الشغل النظيف ما رح يعطيني مصاري بتكفي، يا أما منكفي بهالشغل يا أما. كمل أخي. يا أما شو؟ قول بدر. يا أما شو؟ اهدى طول بالك. ليك جابر، هذا المكان رح يتسكر بكرة ورح نبيع كل شي هون، عم تفهموا؟ وبعد ما نبيع السيارات بتنتهي كل الأمور اللي بيني وبينكم، أوكي؟ جابر ماشي، روح يلا خدوا مصرياتكم. والله رح اشتاق لكم كتير. ما عم افهم ليش ساوى هيك مع انه الشغل كان ماشي كتير منيح. وانا شو بيعرفني؟ شوفت عينك فجأة اجى على باله وينهي كل شيء. طيب خلينا نكفي انا وياك، شو رأيك؟ شو هالحكي الفاضي؟ مين رح يشتري منا؟ كل الناس بيعرفوه لإله وبيوثقوا فيه. بس انت لا تاكل هم، انا بلاقي حل. كيف يعني؟ يعني الورشة ما رح تتسكر ابدا والشغل ما رح يوقف، انت بس اعطيني مهلة كم يوم. نحن لازمنا مصاري، شلون ما كان ما بعرف، بس لا تخاف وثق فيني. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.